إذن أهلا ومرحبا بكم ومرحبا بدكتور أسامة محمد عثمان. السلام عليكم. مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد سليمان. الله يهديك العافية دكتور. كيف أصبحت إن شاء الله طيب؟ سادة وسادة المشاهدين. الله يهديك العافية. جو كويس بيخلي الواحد يعني يفكر كذا. جو منعش والله. جو ربيعي. شوف بعد 5 سنين ممكن يعمل شنو؟ والله يا أخي هو طبعاً بتفكر بعد 5 سنين وبعد 20 سنة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يبارك في الأيام. إن شاء الله. إن شاء الله تكون معطيات التخطيط كلها ذات نتائج يعني إيجابية. إن شاء الله. تصلح من حال المجتمع ككل، الدولة والإنسان والفرد. طيب خلينا نعالج مفهوم بسيط يمكن لكن خطير ومهم. نعم. زي ما ذكر محمد يعني 5 سنين وانت ذكرت 20 سنة. بعض الناس بيشوف انه والله يا اخي ده في نوع من طول الامد يعني، ولازم انه الانسان يخد في باله الاخر كمان وكذا. بيتعارض الموضوع ده مع بعض؟ والله ولا يتعارض. هناك مقولة مشهورة يعني، اعمل لحياتك كأنك تعيش ابد، واعمل لاخرتك كأنك تموت قدا. فالآخرة والحياة في الدنيا يعني متلازمتان. يعني احنا موجودين هنا من أجل العمل، والعمل اصلا لابد ان يكون وفقا لمعطيات وشروط محددة حتى انه في الآخرة بعدين، وده برضو من استشراف المستقبل، لانه احنا برضو العمل بعدين من اجل آخرة، والآخرة من اجل جنة عرضها السماوات والارض. فبالتالي احنا نظل في حالة بتاعت عمل دؤوب، وفي حالة أمل دائم بأنه المستقبل أفضل من اليوم. تمام. طيب كيف الواحد يستشرف المستقبل؟ وخلينا نتكلم في البداية عن الوسيلة اللي ممكن تكون مطورة شوية، يعني وين احنا كسودانيين من يعني، خلينا نبدأ كده من واقعنا يعني، فعلا من عائل لين بعد 10 سنة زي ما قلت 20 سنة قلت ممكن يحصل شنو ونعمل شنو. اهتمامنا بالموضوع ده والله تعرف احنا عندنا مشكلة في الحتة دي. حتى أمثلتنا الاجتماعية مرات اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يعني النظرة دائما بعيدة المدى فيها قصر شوية. وعندنا مشكلة حتى بالمناسبة في معطيات، بنتعامل مع معطيات اليوم باليوم. هي معطيات اليوم باليوم معطيات إيجابية إذا كان أنت عندك أصلا وضعت لها خطة. يعني تكون نابعة من هدف طويل أنت بتنظر له، لكن تتعامل معه بخطوات يومية محسوبة. أما أن تتعامل معه بمحض الصدف من اجل ان تحصل على التوفيق يعني اليومي. فدي مسألة احنا عندنا فيها قصور شديد جدا. كثير من الناس مناسبة تتكلم عن استشراف المستقبل بيفتكروا انه مسألة مبهمة، والبعض الناس بيفتكروا انه مسألة قائمة على التنبؤ، واخرون يفتكروا انه الحكاية قائمة على علم الغيب، والغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. كل هذه هي منهجيات بحث كثير من الناس فيها من اجل تطويرها وتحسينها. بدأوا بالتخطيط الإداري القصير المدى، بعد ذاك الناس وطوروا إلى التخطيط الاستراتيجي، ثم الآن يتحدثوا عن استشراف المستقبل. في عام 1920 كاتب أمريكي اسمه ماكفلان بيتحدث عن دراسة المستقبل سنة 1920. سنة 1943 ظهر علم المستقبليات من عالم ألماني اسمه برستيد. فالمستقبل الناس بينظروا له منذ فترة بعيدة جدا، حتى انك لا تفاجأ بالمشكلات وبالعوائق امامك، تضعها وتضع لها الحلول والسيناريوهات الممكنة. حتى انا يعني تأكيدا على كلامك، يمكن بعرف واحد في فهمه بيقول لك انا والله حاشتغل الحاجة الفلانية وحاعمل الحاجة الفلانية بإذن الله تعالى، وحاعمل كده وكده، وواضح خطة للموضوع ده وشغال فيها، بيفهم انه 40 سنة يصل ان شاء الله يعني بعد ذاك للعمل الخاص يعني للعمل الخاص يعني كده يعني، ما تبقى خبطة عشواء. اي نعم، هو ده الفعل الايجابي. يعني انك انت تتوقع للمستقبل بتاعك بخطوات محسوبة. شوف المستقبل بالنسبة لي دائما مجهول، واي شيء مجهول فيه يحدث نوع من الخوف من اقبال الناس عليه. طيب يصبح معلومتين المستقبل عندما نعمل على دراسته، ودراسته تتم مثل عندما نحن نعمل على استشراف المستقبل. واستشراف المستقبل هو فعل إيجابي يدفعك نحو الفعل وليس انتظار رد الفعل. يعني أنت تستبق الأحداث وتبادر بالفعل قبل أن يحدث لك، يعني ما تنتظر حتى تقع المشكلة ثم بعد ذاك يترتب على هذه المشكلة ردة فعل منك ومعالجات ممكن تكلفك أكثر يعني. نعم.
يعني هي شوف نتكلم عن خلينا ناخذ مثال كرة القدم, كرة القدم بس اللي هي هاوس الناس اليومين دول كلاسيكو وما بعرف هو بتاع العالمية والمحلية العالمية نعم. شوف الحكاية دي بتم يعني رؤية واضحة جدا كانت إذا أخذنا مثلا لهنا اهتمامات الشباب الآن أخذنا حديث آخر حديث لزيدان كان يتحدث عن إنه هو كأس رؤية يعني نظرته منذ استلام الفريق كانت على كأس أوروبا كأس الأندية الأوروبية. شوف ده رؤية بعيدة ما ركز على على ال وبدأ يشتغل على الحكاية دي. طبعا هنا بعد تجمع دراسة المستقبل المحتاج لشنو بتجمع من بيانات ومعلومات الحكاية دي بتتحدد لك الإطار العام بتنصم بعدك بتصيغ النظرية بتاعتك على ضوء. تمام اليوم يمكن أصبحنا كده على رزات كده وكان بالأمس أمطار يعني نسأل الله يجعل أمطار خير وبركة تكون سامة. الحركة بتتأثر بأمطار ممكن تكون بسيطة حركتنا بتتأثر حتى تخطيطنا مثلا لنقاط تجمع النفايات مكب النفايات الصرف الصحي ممكن يكون الآن التمدد السكاني وصل بقى داخل الأحياء نظرتنا دائما بتكون يعني حتى في واقعنا الحي دي عايشينا يعني ما بنعاني لخمسين سنة مثلا ممكن يحصل شنو يعني على مستوى المطار ممكن يكون برضو المطار الآن لو قارنا بمطاراتنا حولنا من دول كثير جدا من الفروقات موجودة يعني في واقعنا يعني الأمر يطلب شنو عشان نقفز القفزة اللي ممكن تكون فيها تغيير للواقع الأمر بيطلب مثلا إذا تكلمنا عن ولاية الخرطوم الأمر يتطلب عن رؤية واضحة لولاية الخرطوم بعد خمسين سنة أن إحنا دايرينها تكون شكلها كيف يعني إحنا ما نتكلم عن والله ولاية الخرطوم دايرينها بعد خمسين سنة تكون زي دبي الآن لا أنا أتحدث عن ماضي لأنه ده ماضي لما بعد خمسين سنة دبي هتكون في ماضي وتكون انتقلت نقلات أخرى وأن إحنا يا دوب نكون وصلنا الماضي اللي انتقلت منه مثلا مدينة أو إمارة دبي لا استشراف المستقبل لابد أنك أنت تتحدث عن الأفضل وتضع الدراسات وتحدد الوسائل اللي بتمكنك من الوصول للأفضل من 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 النموذج اللي أنت تتكلم عنه الآن ولابد أن تضع نموذج قدامك المزرعة تحتاج إلى تخطيط سليم يعني أنا أخذ مثال على 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 مدينة على إمارة دبي مثلا عندما يتم تخطيط منطقة سكنية تعمل فيها كل الإمكانيات اللازمة لتجعل هذه المنطقة أفضل من المنطقة التي قبلها من طرق من وسائل اتصالات من صرف صحي من إنارة من تخطيط عمراني ويدرس فيها التوسع الممكن يحدث حتى بعد إنشاء هذه المدينة وهذه المنطقة وكيف يتم تطوير وتحسين هذه المنطقة وسمعنا إنه المهندس المسلم هنا سودان يعني مسلم التخطيط في والله طبعا شوف السودانيين بيمثلوا هناك في الجانب التنفيذي رأس الرمح لكثير من المشاريع لكثير من المشاريع ولكن طبعا برضو أنا والله حتى لا يعني نهضم حق الآخرين في كثير برضو من الجنسيات الأخرى تساهم بصورة أساسية وأهل المنطقة نفسهم هم لهم رؤية يعني كبيرة الشيخ محمد بن راشد له رؤية مستقبلية ضخمة جدا في رؤية لدبي الآن وحتى بعد خمسين أو ستين سنة دائما يتكلم عن إنه كيف يصل إلى درجة عالية جدا من الرفاهية للمجتمع وهذه الدرجة هي مفتوحة ويمكن أن تحدث فيها كل يوم تطوير يعني آخر ما تحدثوا عنه يتحدثوا عن النخلة الذكية النخلة الذكية عبارة عن مشروع يوفر الإنترنت واي فاي للسياح والقادمين إلى منطقة دبي في أي مكان بصورة مجانية حتى نستطيع أن يحصلوا على المعلومات عن مدينة المناطق السياحية يتواصلوا مع أهلهم طيب دي طفرات خلينا نرجع للتخطيط الشخصي كمان هو لأنه الشخصي ده إذا ما كان سليم ما كان الدولة وما كان التخطيط القومي يعني بيمشي باتجاه سليم بالتأكيد أي شخص لا يستطيع أن يخطط لنفسه لا يستطيع أن يخطط لمؤسسته لا يستطيع أن يخطط لدولته لا يستطيع أن يخطط لأسرته إذا فقد شيء لا يعطيه نعم. إذا أنت لا تستطيع أن تضع خطة لنفسك وتنفذ هذه الخطة وتلتزم بها لا تستطيع أن تخطط للمؤسسة اللي أنت تعمل فيها خاصة لو كنت أنت على رأس هذه المؤسسة إذا أنت كنت على رأس هذه المؤسسة وليس لديك خطة شخصية
إشكالية. فهذه إشكالية بالتأكيد لا تشجع التخطيط ولا تلتزم به في المؤسسة اللي أنت على رأسها. طيب نحن بدنا باقي لنا دقيقتين لنهاية اللقاء دكتور أسامة، خلينا بس نشير فيه للناحية النفسية. في بعض الناس التخطيط ده بيشوفوه قيد بالنسبة لهم، يعني خلي الأمور دي تجي يعني زي ما تجي، يعني التخطيط ده التقييم ده نظرة على النتائج كمان. أيوة، أكتب وشيل ورقة في جيبك. في ناس بينفروا من المسألة دي. يعني حقيقة الحاجات دي قاعد تلاقينا كثير وبتواجهنا كثير. في بعض الناس يصل إلى مرحلة يضغط على نفسه ويصل إلى مرحلة الخطة، وفي بعض آخر هو لا، يعني أنا أفتكر النوع الأول أفضل من النوع الثاني، لأنه النوع الثاني أصلا لا يصل إلى مرحلة كتابة الخطة نفسه. هو لا يؤمن بالتخطيط ويبحث عن أي مبررات تبعده عن كتابة الخطة، لأن هذا التخطيط عبارة عن تنبؤ، وكثير من الناس خططوا وما وصلوا إلى نتائج، وإنه الحياة كلها قائمة على الصدف والحظ وكذا. فيبحث عن أي مبررات، وده لأنه لا يريد أن يتحمل الالتزام بالخطة. الخطة التزام بها، وضعها والالتزام بها شوية فيه صعوبة في البداية، ولكن عندما تستشعر حلاوة الإنجاز في الخطوات التي أنت تتبعها وتراتبية هذا الإنجاز، بعدك بتشعر بأنك أنت مفروض تواصل ما مفروض تقف. كثير من الناس يبدأ بصعوبة، أصلا البداية فيها صعوبة، حتى العرب لما تتحرك تتحرك في البداية بصعوبة، ولكن عندما تصل إلى يعني نمرة خمسة تنطلق. طيب الشخص اللي خلينا نتكلم عن جزئية مهمة في بعد النظر، والنظر اللي ممكن تكون لخمسين سنة، يعني أي زول ممكن يشوف خمسين سنة ولا الأمر بيتطلب معينات معينة، مهارات معينة، مقدرة على النظر بعد خمسين سنة ممكن الواقع يكون عامل كيف؟ شوف، الحكاية دي قائمة على التجارب والخبرات والطموح والرغبة ونشأة الإنسان نفسه، البيئة الإنسان نشأ فيها. وشوف السفر ده بمناسبة مسألة مهمة جدا، كونك تسافر وتطلع على ثقافات آخرين وتطلع على نماذج جديدة أنت ما رأيتها. عندنا زمان مثل هنا يقولوا الما جاب أبوك يخلعك. الحاجة لما تشوفها جديدة، عشان كده قال سافروا في الأسفاري، يعني عدد من الفوائد. صحبته ما يجدوا علمه، مش كده؟ اطلع على تجارب الآخرين علم. صحيح. تطلع على تجارب الآخرين علم، وتستطيع أن تحصل على نماذج أفضل من النماذج اللي أنت كانت اصلا متاحه لك. نعم. وبالتالي تطور هذه النماذج وتحدث نقله في حياتك وفي مجتمعك. نحن وصلنا لمرافق خواتيم هذا اللقاء وهذا المشوار. شكرا جزيلا لك دكتور. لا مرحبا بكم. الله يحييكم. ان شاء الله نتوفق كمان برضو انه نستشرف المستقبل بصوره سليمه، ونقدر نشوف بعدك ونخطط لعشرات السنين، ما تكون خمس سنوات، خطه الخمسين. والله يا اخي ان شاء الله انا امل ذلك، يعني هذا يحتاج مجهود، يحتاج الى 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 بذل من كل الجوانب. الناس بيفتكروا انه هذه المساله مساله مسؤوليه على المستوى القياده، ولكن هي مسؤوليه مجتمع برضه. المجتمع كله مسؤول. دكتور اسامه محمود عثمان، شكرا لك. يا شكرا جزيلا.